السلام عليكم. اليوم 5/3/2024، محاضرة 8 ل 9 ونص. احنا كنا نحكي عن الانزيمات اللي بتعمل ديتوكسيفيكيشن للفري راديكلز، حكينا عن ستوبر اكسيد ديسموتيز وحكينا عن الكاتاليز. الان الانزيم الثالث اللي هو الجلوتاثيون بيروكسيديز. قبل ما انا اجي احكي عن الجلوتاثيون بيروكسيديز، انا اعرف شو الجلوتاثيون. الجلوتاثيون عبارة عن ترايبيبتايد. ايوه، ترايبيبتايد بتكون من 3 امينو اسيدز، الجلايسين، السيستين، الاضافي الى الجلوتاميت، والاضافي الى الجلوتاميت. وبالعاده هذا البروتين او الترايبيبتايد ريزيست للبيبتايديزز، ريزيست للبيبتايديزز. ليش ريزيست للبيبتايديزز؟ لانه بيحتوي على ان يوجوال بيبتايد بوند، ان يوجوال بيبتايد بوند. المفروض انه شو الانيوجوال بيبتايد بوند؟ المفروض انه انا عندي ان سي سي، ان سي سي، فهون هاي بيكون هاي الحمض الامينو اسيد رقم 1، حمض الامينو اسيد رقم 2، فهاي هي البيبتايد بوند. ولكن اللي بيصير ايش اللي بيصير؟ انه في احيانا بتكون بيبتايد بوند، تتكون بيبتايد بوند ما بين الـ بتشارك فيها الار جروب. لاحظوا انه البيبتايد بوند ممنوع تشارك فيها الار جروب، الار جروب ما بتشارك فيها الار جروب. وبالتالي هنا زي حالة الجلوتاميت، الار جروب اللي فيها ايش؟ فيها الجلوتاميت، مي هذه مجموعة كاربوكسيل جروب، اي سي OH بهذا الشكل، هاي المجموعة. بالتالي هي بتشارك الار جروب. هنا شاركت مع مين؟ شاركت مع الامين جروب اللي هي المفروض انها جزء من الباك بون للامينو اسيد. وبالتالي هنا بالتالي بتلاحظوا كونت هاي الرابطة، بسميه unusual peptide bond. unusual المفروض الار جروب ما تشارك، المفروض الار جروب ما تشارك في تكوين بيبتايد بوند، لذلك ما في انزيم بيقدر يكسر هاي الرابطه. لذلك هذا البروتين ماله بيكون ريزيست للبيبتايديزز، يعني بيعطيه قدره انه يقاوم الانزيمات اللي بتكسر البروتينات. طبعا هذا الانزيم اولا هو السيلينيوم كونتيننج انزيم، بيحتوي على عنصر السيلينيوم. ايش وظيفته الرئيسيه؟ انه بيعمل ريدكشن للهيدروجين بيروكسيد لووتر. هاي الجلوتاثيون بيروكسيديز ايش بيعمل؟ بيعمل ريدكشن لل H2O2 الى H2O، الى 2H2O. وهذا الحكي بيلزمه ايش؟ بيلزمه الجلوتاثيون. اذا بتلاحظوا انتم على مستوى الجلوتاثيون، في عندنا اللي بيحتوي على السيستين. ما دام بيحتوي على السيستين، في عندنا هون الثيول جروب، الثيول جروب، او بسميها سلف هيدريل جروب، سلف هيدريل جروب. وهي يعني بامكان انه يتكون داي سلفايد بريدج، لو بدي اقول هيك، جي من الجلوتاثيون، اس اتش اللي هي الجاي مع السيستين، فمع يوم يرتبط زائد مع الجي اس اتش، هون بتكون رابطه داي سلفايد بريدج، هي جي اس اس جي، فارتبطوا الجهتين. وهون ايش عملت؟ انا عملت هنا كاني ربطت وانتجت، لاحظوا الجي اس اس جي، عملت اوكسيديشن للتو جلوتاثيون، ماشي، حتى انتجت اللي هو الجي اس اس جي، وهي بتكون رابطه داي سلفايد بريدج. كل القصه انا بدي الهيدروجينات اللي معها، هاي الهيدروجينات باخذهم بعطيهم لمين؟ بعطيهم لل H2O2 حتى اكون 2H2O. فالهدف انه يعمل ديتوكسيفيكيشن لل H2O2، وهذا موجود في الموست سيلز. هذا يا مقول تراي بيبتايد، بقدر اسميه تراي بيبتايد ثيول، هو ثيول لانه بيحتوي على ثيول جروب، اسمه جاما جلوتاميل سيستينيل جلايسين، جاما جلوتاميل سيستينيل جلايسين، وهو اختصارا بالجلوتاثيون.
طيب الآن نرجع شوي إحنا مع بعض، نرجع شوي مع بعض. الآن في حالة إنه عملنا إحنا هون إيش؟ عملنا ريدكشن الهيدروجين بيروكسيد، والريدكشن أنا بضيف إيش؟ بضيف هيدروجين. الريدكشن إحنا بنعرف أخذنا الريدكشن والأكسيديشن. على مستوى الهيدروجين والإلكترونات الريدكشن بيكون اديشن اوف هيدروجين بلس بلس هيدروجين، الاكسيديشن ماينس ماينس هيدروجين، والريدكشن انا هنا اللي هو بده يكون جين اوف الكترونز، وهنا بده يكون لوس اللي نقول لوس اوف الكترونز. فبالنهايه انا عملت ايش؟ عملت ريدكشن ال H2O2. مشان اعمل ايش ريدكشن ال H2O2 لازم اعمل اوكسيديشن لمين؟ لأكسيديشن لل2 جي اس اتش، لل2 جلوتاثيون. وبالتالي بهاي الحاله انا بنتج 2 اتش 2. يوم اقول كاتب لي كلمه ريديوزد، شو المقصود بالريديوزد؟ ريديوزد ما هو انا يوم عمل له هيك بهذا الشكل فتحول الى اوكسيدايز فورم، يعني انا نزعت منه الاوكسيدايز فورم هون. الريديوزد اللي عندي كان يوم عملت له انا ريدكشن اخذت منه الهيدروجينات، ريديوزد فورم هو بدي اقول عنه ريديوزد فورم، اخذت منه الهيدروجينات من خلال عملت له اوكسيديشن، فالهيدروجينات اللي ما اعطيت لنا الاتش 2 او 2 فصار هون تحول لايش؟ تحول الى اوكسيدايزد، تحول الى اوكسيدايزد، اوكسيدايزد فورم. الان انا مشان مصدر الهيدروجينات اخذناهن من وين؟ اخذناهن من الـ reduced form of glutathione. بالتالي ايش؟ بالتالي هون ايش المطلوب مني؟ المطلوب مني انا كمان مرة اعمل ايش؟ اعمل اعمل اوكسيديشن. reduction بدي اضيف عليه هيدروجينات. طبعا انا منين اخذ الهيدروجينات؟ بالنفي reduction للoxidized form، reduction للoxidized form. بالتالي ايش؟ بالتالي شو بعمل؟ باخذ هيدروجينات وبضيف الهيدروجينات من الناد بي اتش، بعوضهم وبعطي لمين؟ بعطي للجي اس اس جي اللي هو اصلا يعني في حاله ايش؟ في حاله اللي فقد هيدروجين، اللي الوضع اللي فقد فيه هيدروجينات وهو اوكسيدايزد فورم يعني نحكي عنه. وبالتالي انا لازم ايش؟ لازم بنفس الوقت احوله لايش؟ احوله الى رجل الحاله الطبيعيه، وهي الحاله الطبيعيه بتكون ال 2 جي اس جي، طبعا 2 جي اس اتش عفوا. وبالتالي هون كاني عوضت، يعني انا الهيدروجينات اللي بناخذها نحن من الجلوتاثيون ماله من الريديوسد جلوتاثيون شو بنعطيها؟ نيم الهيدروجين بنعوضها، بيروكسيد بنعوضها من مين؟ بنعوضها من الناد من الناد بي اتش. اتش. وبالتالي يعني معنى الكلام هذا حتى يشتغل الجلوتاثيون بيروكسيديز شو لازمه؟ لازمه يكون في وفرة من الناد بي اتش اللي بدوره برجع الجلوتاثيون الى الحالة الطبيعية، انه يكون ماله، يكون عنده قدرة يكمل. فلذلك مرة ثانية الريديوس فورم من الجلوتاثيون بوفر الهيدروجينات، بصير عليه اوكسيديشن، بوفر الهيدروجينات بيعطيها لل H2O2 تمام، وبالتالي البنتج 2 H2O. بعدها انا هذا الحكي اذا بده يضل الجلوتاثيون في حاله الاوكسيدايزد فورم بالتالي ما راح يكون فانكشنال، ما راح يعطي هيدروجينات. فلذلك انا ايش لازم اعمل له؟ لازم اعمل له ريدكشن، وريدكشن بعوضه من وين بناخذها؟ بناخذها من الناد بي اتش اوكسيديشن. وبالتالي الهيدروجينات بتروح على الاكسيدايزد فورم وبترجع الى حاله الريديوزد فورم، وبالنهايه الناد بي بلس بترجع بتروح لوين؟ على البنتوز فوسفيت باث واي، تتحمل مره ثانيه في الهيدروجينات. فهاي فكره ايش؟ فكره العلاقه ما بين الجلوتاثيون بيروكسيديز والجلوتاثيون ريدكتيز. طبعا هنا بتلاحظوا ممكن ال H2O2 قلت لكم مصادرها عديده، ممكن مصدرها من السوبر اوكسايد،
وبالتالي عن طريق ايش؟ عن طريق السوبر اوكسيد السنتيز حولتها الى ال H2O2، حولتها الى H2O2. بالتالي اللي بقصده هون، وممكن كمان ال H2O2 منين اخذتها؟ اخذتها برضو من ال يعني ممكن كمان ال H2O2 يتخلص من H2O2 الكتاليز. يعني ال H2O2 ممكن يتخلص منه مصدرين، اول شيء الجلوتاثيون بيروكسيديز، اثنين الكتاليز زي ما احنا بالاول. بس هنا الجلوتاثيون بيروكسيديز بيعطينا اكتيفيتي اعلى، يعني بيعطينا اكتيفيتي بشكل افضل وريجوليتد بشكل افضل، وإشي بكون كونتينيوس. ففهمنا في حاله الجلوتاثيون بعيد. الجلوتاثيون قلنا عنه هو تراي بيبتايد. تراي بيبتايد بتكون ايش؟ بتكون من 3 امينو اسيدز في ان يوجوال بيبتايد بوند. ليه سميناه جاما؟ لانه هون هو بيحكي انه بيحكي لي انه على ذره كربون جاما اللي هي من الار جروب، هي اخر ذره كربون في الار جروب، كونت بيبتايد بوند مع السيستين، مع الامين جروب من السيستين، وهذا الحكي كون ان يوجوال بيبتايد بوند، جعلته انه ريزيست. لمين ريزيست؟ لانه اهميته، لانه لاحظوا الجلوتاثيون مهم جدا مشان احارب الاكسيديتيف ستريس. فتخيلوا هذا الموليكيول كان والله عرضه للدايجستيف انزيمز، فما بينفع. فانا بعطيه خاصيه انه في ان يوجوال بيبتايد بوند. الان هذا وضعه ايش؟ وضعه موجود في حالتين، موجود بالريديوسد فورم وموجود بالاكسيدايزد فورم. يا ما يكون ريديوسد فورم بيتم عليه الاكسيديشن، يا ما يكون موجود بالاكسيدايزد فورم بيتم عليه الريدكشن. يعني هون هو موجود بالريديوسد فورم. ريديوسد فورم معروف انه اللي فيه هيدروجين، اللي فيه هيدروجين، اللي كسب هيدروجين، فانا بعمل عليه اكسيديشن. يعني انا بعمل اكسيديشن اوف ريديوسد فورم. والريديوسد فورم عندي 2 جي اس اتش، فبعمل لهم اوكسيديشن، فاخذنا هيدروجيناتهم واعطيناهم لمين؟ ال H2O2 عن طريق الانزيم الجلوتاثيون بيروكسيديز انتج ال H2O. اتحول الجلوتاثيون من ريديوسد فورم الى اوكسيدايزد فورم. الاوكسيدايزد فورم نون فانكشنال. فلذلك ايش المطلوب؟ المطلوب اني اعمل له ريدكشن. بدي اعمل هنا ريدكشن to the reduced oxidized form. بدي اعمل له reduction إذن reduction to the oxidized form اللي هو على شكل بيكون GSSG. فكيف بدي اعمل له انا reduction؟ إذن بده ما دام reduction بدي اضيف له هيدروجين. منين ناخذ الهيدروجين؟ من النت بي اتش. مين الانزيم المسؤول بالقصه هاي؟ الجلوتاثيون ريدكتيز. فكانه فعليا النات بي اتش هو كونزايم لمين؟ هل هو كونزايم للجلوتاثيون بيروكسيديز ولا للجلوتاثيون ريدكتيز؟ ريدكتيز. ومين اصلا اللي بيعمل ديتوكسيفيكيشن؟ هل الجلوتاثيون بيروكسيديز ولا الجلوتاثيون ريدكتيز؟ بيروكسيديز. فلذلك يعني هاي جزئيه. فالموضوع جميل جدا، بس برضو له تطبيقات. يعني هون حكي لي هسا وشو كاتب هون؟ انه الاشياء اللي ذكرتها، انه كاتب انه اوكسيديشن للجلوتاثيون، اوكسيديشن للجلوتاثيون اللي هو اللي هو انا الاوكسيديشن اللي جي اس اتش للجلوتاثيون بيكون، هذا بيكون في حاله الريديوسد فورم يوم اللي هو الجي اس اتش 2 جي اس اتش. عمل له اوكسيديشن، اخذنا هيدروجيناته واعطيناهن للمي، اعطيناهن لمين؟ اعطيناهن ل H2O2 فكون المي. فالناتج بيكون عندي ايش؟ الاكسيدايزد فورم من الجلوتاثيون. طب هذا اللي بدي اعمله ايش تعمل له؟ مشان نرجع لحاله الريدوس فورم، بدي اعمل له ايش؟ تعمل له ريدكشن. فهي كل القصه. فهنا مشان اوضح لكم اكثر قيمه الموضوع، تخيلوا ROH مثلا، كان هذا الدرج، كان هذا اللي بدكم اياه، سموه اللي بدكم اياه، مع وجود ايش؟ وجود هذا بنقول عنه توكسين. مع وجود تو ريديوسد فورم من الجلوتاثيون، انا ايش بقدر اعمل؟
بقدر هنا بعطي هيدروجينات من الاكسدايزد فوق من الريدوست فورم، اعطيها لمين؟ اعطيها للتوكسين، وبالتالي انا كونت H2O، ففعليا حولته الى ROH، وبالتالي هون انا عملت جعلت اكتيفيشن. يعني نعم عملت له كاني عملته ان اكتيفيشن. طبعا هاي العمليه ممكن هذا الرياكشن يعمل اكتيفيشن، يعمل ان اكتيفيشن راح نحكي عنه خلال السلايدز القادمه. وهذا الحكي مشان اعوض الاكسدايزد فورم من الجلوتاثيون، انا هون بلزمني النات بي اتش عن طريق الجلوتاثيون ريدكتيز بعيده للحاله الطبيعيه، والنائي صار هذا عنده استعداد يستقبل كمان توكسين او سواء او درج، والنات بي بلس ترجع للبنتوز فوسفيت باثوي مشان تتحمل في ال، خلينا نحكي هيك، تتحمل في النات بي اتش او بالهيدروجينات. اذا هون النات بي اتش از ذا سورس اوف ريديوسينج ايكويفالنت، ونات بي اتش شو بتعمل؟ بروفايدز الكترون لل H2O2، للريدكشن لل H2O2. كيف بتوفر؟ لانه انا اصلا اخذناها من الجلوتاثيون بس ردينا رجعنا له اياها، فكانه هو سواء الجلوتاثيون ريديوز ولا اوكسيدايز وما خسرش شيء، فبكون الكومبنسيشن بيكون من النات بي اتش. ففعليا الالكترونات اللي بستخدمها مشان اعمل، خلينا نحكي هيك، ريدكشن ال H2O2 مصدرها من النات بي اتش فعليا، لانه انا الريديوس فورم من الجلوتاثيون انا عملت له كومبنسيشن. دكتور، هاي المهمة الثالثة أو الوظيفة الثالثة للنات بي اتش اللي حكينا عنها، اللي هي كيب الجلوتاثيون ريديوست. مظبوط 100% صحيح. لذلك هنا شو أهمية، مثلا شو أهمية الـ importance of regeneration of reduced glutathione في red blood cells؟ شو الأهمية؟ إني أرجعه إلى حالة reduced form. شو الأهمية؟ أرجعه إلى حالة reduced form. أول شغلي هو شو بقول؟ أنا قلت لكم عن النات بي اتش، أنه اللي بنتج النات بي اتش بالريد بلاد سيلز فقط البنتوز فوسفيت باث واي، لأنه ريد بلاد سيلز تعتمد فعليا على البنتوز فوسفيت باث واي مشان تنتج النات بي اتش، لأن هي ما عندها ميتوكوندريا، مش زي الخلايا السابقة ذكرنا انه بتقدر تنتج النات بي اتش من عن طريق ايش؟ عن طريق الميتوكوندريا. واعطيناكم امثلة على انزيمات، امثلة على انزيمات. بس دكتورة حكينا انه الاذر انزيمات يعني requires او demand الميتوكوندريا presence، صح؟ صحيح. لذلك ريد بلاد سيلز هي تعتمد على ايش؟ ريد بلاد سيلز البنتوز فوسفات بأثري. ايوه بتعتمد على البنتوز فوسفيت باثوي. طيب الان قلنا اذا صار في ديفيشنسي في الجي 6 بي دي، اذا متذكرين هذا الكلام، بصير في دروب في النات بي اتش، واعطيت مجال لمين؟ للار او اس انها تدمر الريد بلاد سيلز، بتدمر الريد بلاد سيلز، وبالتالي بصير في هيموليتيك انيميا، وهذا الكلام بنعرفه احنا. ليش؟ اذا صار في ديفيشنسي بالجي 6 بي دي في النات بي اتش، بصير في زياده بالهيدروجين بيروكسايد، بيصير له اكوميوليشن، بخرب الممبرين ستابيليتي، وبالتالي بسبب السيل ريد بلاد سيل لايسيس اللي هو الهيموليتيك انيميا. هسه في صح انه الريد بلاد سيلز بتحتوي على ايش؟ بتحتوي على انزيمز اخرى زي السوبر اوكسيد ديسموتيز، السوبر اوكسيد ديسموتيز والكاتاليز. السوبر اوكسيد ديسموتيز ايش بيعطي؟ هو المشكله انه بيحول، بينتج لي الاتش 2 او 2 واو 2، مش هيك؟ يعني حسب السوبر اوكسيد ديسموتيز بحول صحيح. السوبر اوكسايد، والكاتاليز قلنا اصلا هو بي 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 بيعمل بيعمل بي بي يعني بيعمل ايش؟ بيعمل بخلصنا مين؟ بخلصنا بيعمل كاتالايز لل H2O2، وبالتالي شو بينتج؟ H2O واكسجين. بس انا اللي بقصد انه هون انه يعني بيعتمد، يعني اذا كانت والله الاعتماد على الكاتاليز لحاله ما بيكفي، فلذلك الاكتيفيتي ل الجي 6 بي دي مهمه جدا، الاكتيفيتي للجلوتاثيون او نقول للانزيمات المتعلقه بالجلوتاثيون مهمه جدا. فاذا انا منعتها، يعني السوبر اوكسيد نقول هيك احنا نحكي الجلوتاثيون، زي ما حكينا لكم قبل شوي عن الجلوتاثيون، في عندنا الجلوتاثيون بيروكسايد مهم جدا، هو اللي بيشتغل على 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 الاتش 2 او 2. طب اذا ما كان موجود بكميه كافيه، إذا ما كان هذا الإنزيم شغال، لأنه السبستريت تبعه اللي هو الأكسيدايزد ريديوس فورم من الجلوتاثيون مش موجود بكمية كافية،
بصير في اكيوميوليشن، يعني اذا صار له دروب هذا بصير له اليفيشن، بخرب الخلايا، بخرب الممبرينز. فواضح يا جماعه شو الفكره؟ لذلك يعني دائما وابدا الريد بلود سيلز تعتمد معناه مينلي على الجلوتاثيون بيروكسيديز، الجلوتاثيون ريدكتيز، بالاضافه للسوبر اوكسيد ديسموتيز والكتاليز. المشكله انه الجلوتاثيون بيروكسيديز والريدكتيز هذول الجهتين ايش بدهم؟ بدهم نات بي اتش. فيش نات بي اتش، هاي الاكتيفيتي محدوده للكتاليز والسوبر اوكسيد، الاكتيفيتي تبعتهم محدوده، بالاخص يوم تحكي عن يعني نسبه عاليه من الار او اس، ما بيقدر للسوبر اوكسيد ديسموتيز ولا الكتاليز انه يزيد العمليه. في عندنا هنا في شيء بسميه ميت هيموجلوبين فورميشن، اخذنا عن مصادر ايش؟ مصادر الار او اس، قلنا لكم انه ممكن مصدرها من الالكترون ترانسبورت تشين، قلنا انو كومبلكسز كانت متذكرين 1 و3 1 و3. هسه هون المفروض الاف اي، لاحظوا الاف اي 2 بلس بيرتبط مع مين؟ بيرتبط مع الاكسجين. هسه الاكسجين الاف اي 2 بلس شو بصير له؟ بصير له عادة ايش؟ عادة اوكسيديشن. الاكسديشن. وبالتالي ما دام اوكسديشن هون ايش عمل هون؟ هون بالاكسديشن دائما اتفقنا فقدنا الكترونات، احنا فقدنا الكترونات، فقد الكترون، فبكون كومبلكس. هذا الكومبلكس شو ماله؟ يعني مؤقت اف اي 3 مع اللي هو صار بدل اف اي 2 بلس فقد الكترون صار اف اي 3 بلس، ومع وجود الاكسجين فكون الرابطه اللي مسك فيه على اساس انه ينقله. الان شو اللي بصير هون؟ المفروض انه في عمليه انه هاي العمليه بس نقرب على الانسجه، المفروض انه الاف اي 2 بلس ريستور الوضع اللي فيه، والاكسجين بهالحاله هذه ماله؟ بصير ديسوسيشن. ولكن احيانا ايش اللي بصير؟ اللي بصير انه الاف اي 3 بلس بيغادر، بدل ما يغادر الموليكولر اكسجين بيغادر السوبر اوكسايد، غادر، وهذا سبونتينيس للقصه، يعني تقول لي اسباب، هي سبونتينيس لهذا سبب ريد بلاد سيلز لعمر معين. فاذا اذا اذا اخذ الالكترون، ما هو اذا كسب الكترون، مش هذا فقد الكترون، انه اللي اخذه الاكسجين، فتحول لايش؟ يتحول الى سوبر اوكسايد. اذا غادر الاف اي، يعني اذا غادر السوبر اوكسايد هي الاو 2 ماينس ومع الدم، وفي المقابل هون الاف اي 3 بلس ضل بنفس الحاله، يعني بدل ما يكون في الكور للهيم اف اي 2 بلس صار اف اي 3 بلس، بيقدرش انه يرتبط مع اكسجين اخر، لانه والله الاف اي 3 بلس بده يفقد يصير اف اي 4 بلس، ما فيش شيء اسمه اف اي 4 بلس. عرفتوا كيف؟ يعني عمليه البايندينج ما بين الاف اي 2 بلس مع الاكسجين تعتمد على ايش؟ تعتمد انه الاف اي 2 بلس بيفقد الكترون لمصلحه مين؟ لمصلحه الاكسجين، فباخذ الاكسجين فبتحول الى سوبر اوكسايد. المفروض يصير فيه ديسوسيشن انه بغادر الاكسجين وبرجع على اف اي 2 بلس الى الحاله الطبيعيه. ايوه، يكون في عليه ايش؟ يكون عليه شحنتين موجبات. ولكن يوم يغادر، في احيانا قد يغادر السوبر اوكسايد واخذ الالكترون ما رجعوش لمين؟ للاف اي 3 بلس. بالتالي الاف اي 3 بلس تبقى بتصير هيك، يصير اف اي 3 بلس بيقدرش يستقبل كمان اكسجين. لهذا السبب عرفتوا انه ريد بلاد سيلز دائما التيرن اوفر لها سريع، يعني انه في يعني بقصده انا صح انه في عندنا مليار جزيء هيموجلوبين موجود في على الريد بلاد سيل، بس مش كلها عندها قدره تحتاج تربط مع الاكسجين. ليه؟ لانه بفعل هذا الامور السبونتينيسلي، هذا بسميه اللي صار فيه الـ في الداخل صار فيه اف اي 3 بلس، انا بسميه ميتهيموجلوبين. الميتهيموجلوبين نون فانكشنال، ما بيكون فانكشنال، ما بيقدر يرتبط مع مين؟ يرتبط مع الاكسجين. ماشي، اذا لذلك هو مش مناسب.
تمام، لو بدي يجي اكسجين هنا ما بزبط. يعني انا هذا الاشي انكم تعرفوا ان شو الميتهيموجلوبين، لان هي كلمه وردت في الكتاب. الميتهيموجلوبين بتقول انه يوم تحول الاف اي 2 بلس الى اف اي 3 بلس بيصبح ليس لديه القدره على ايش؟ ليس لديه القدره على الارتباط بالاكسجين، لانه الاكسجين اخذ الالكترون من الاف اي 2 بلس وتحول لسوبر اكسايد وغادر، وبالتالي جعل انه ذره الحديد الموجوده في الكور للهيم صارت اف اي 3 بلس، وبالتالي ما عندها قدره تستقبل حديد او تستقبل اكسجين جديد. في ان الانتي اوكسيدنت كيميكالز، طب دكتور، نعم شو الفائدة من، يعني كيف نقدر نرجعها من ميثموجلوبين ما لشيء ثاني؟ بترجع، ما بترجع، هي ما ترجع. بترجع، انا بدي اتخلص من السوبر اوكسايد، هيك صار بتخلص من السوبر اوكسايد. لذلك ريد بلاد سيلز لها عمر زمني، عمر الزمني انا بيوم يصير لها ديستركشن بتروح مع اللي فيها. يعني الحديد اللي كان على شكل اف اي 3 بلس، يعني ممكن تلقى ريد بلاد سيل، ريد بلاد سيل بدل ما يكون فيها على فرض كل الاف اي على شكل اف اي 2 بلس، ممكن يكون في نسبه منيحه على شكل اف اي 3 بلس، بقدرش ياخذ اكسجين. فلذلك بتلقى الخلايا شو مالها؟ بصير لها عن طريق السبلين بصير لها ديستركشن. تفضل السجن. دكتور يعني بتقل الافيشنسي تبعته، لانه ببطل عن جد فانكشنال، ببطل يرتبط معي اكسجين. بدك تنتبه لقصة انه انا بحكي عن جزء من، يعني جزء من اربع اجزاء. يعني انا يوم احكي عن الهيموجلوبين يتكون من اربع اجزاء، مش هيك؟ صحيح. انا بحكي عن جزء ضمن جزء في اربع اجزاء، يعني هذا صح؟ الجزء ببطل يرتبط مع اكسجين، ببطل يرتبط، بس انت فريد بلاد عندك سيلز بتقل كفاءتها. واصلا احكي لك شغله، هو يعني انت يوم تحكي عن مليار جزيء اكسجين، مليار جزيء هيموجلوبين، السؤال هل فعليا انا بقدر، هل الريد بلاد سيل بتقدر تحمل مليار؟ هي ما بتحمل مليار، هي بالنهايه الارتباط بيكون بارش لك لن انه يعني لن تصل لن تصل الى العدد هذا، يعني لن تصل هذا الى هذا العدد، تمام دكتور. على اساس انه في جزء منه بده يصير له، بده يتلف. طيب ايوه صحيح. خلينا نكمل احنا وياكم الان في قصه ايش؟ قصه كنا الانتي اوكسيدنت كيميكلز برضه هاي عوامل مساعدة لمين؟ عوامل مساعدة للإنزيمز. طبعا إلى مود أوف أكشن، ما راح أدخل في المود أوف أكشن تبعها. عندنا الأسكوربيت، الفيتامين سي، الفيتامين إي والبيتا كاروتين، هدول كل أنتي أوكسيدنت كومباوندز. يعني بتعرفوا لازم يكون الوجبات الغذائية يكون في نسبة جيدة من هاي الفيتامينز ومن هاي الكيميكالز، على أساس إنها بتعمل ريدكشن. وجدوا إنها بتعمل ريدكشن لديفرنت تايبس أوف كانسرز، وبرضه كان في نفس الوقت لانه انت هي بتقلل من الفري راديكلز، الفري ما هي اسمها انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت كيميكلز بتقلل من اللي هو الكرونيك هيلث بروبلمز. وهذا الحكي يعني كانها بتعمل كوانش للتوكسيك افكت للار او اس، يعني هي لها تاثيرها على الفري راديكالز، بتقلل من تأثيرها. الآن في شغلة مهمة يعني راح أمر عليها مرور سريع. هذه أول شيء إنه في بعض مرات شو بقولوا، مين أفضل؟ هل ناخذ إحنا الفري راديكال أو مش الفري راديكال؟ هل إحنا ناخذ كمثال نحكي هيك مثلا، هل ناخذ الأنتي أوكسيدنت لحاله individual ولا ناخذه كومبلكس، يعني مجموعة من، يعني مثلا البيتا كاروتين كمثال، البيتا كاروتين هل انا اخذ بيتا كاروتين ولا انا اخذه مثلا ضمن الفواكه، ويكون مش بس بيتا كاروتين، في فيتامينز زي فيتامين سي مثلا. يعني هل يكون عندي ميكستشر من الانتي اوكسيدنت، ولا اخذ انا يعني الانتي اوكسيدنت لحاله زي البيتا كاروتين؟ فوجدوا ميكسكور ايش؟ هسا عملوا دراسه، هاي الدراسه يعني الى حد ما بقولوا انه اخذوا بوبيوليشن، تو بوبيوليشنز، ناس عندهم ايش؟ ناس عندهم هذول مالهم هم سموكرز، وقسموا لقسمين البوبيوليشن هاي، خلينا نقول بوبيوليشن واحدة قسموها لقسمين، قسم اعطوه هم كلهم سموكرز، بس مجموعة اعطوهم بيتا كاروتين، مجموعة ثانية ما اعطوها بيتا كاروتين، وشافوا الديفلوبينج لللنج كانسر.
وجدوا ايش وجدوا بالدراسه؟ انه الناس اللي هم النون سموكر، الناس ناش نقول نون سموكر، الناس اللي ما اخذوا ايش؟ اللي ما اخذوا يعني مدخنين، بيتا كاروتين. المدخنين اللي ما اخذوا البيتا كاروتين صار عنده ديفلوبينج لان كانسر اكثر من الناس المدخنين واللي ايش؟ واللي اخذوا بيتا كاروتين، بالتالي هذا شيء مش لوجيك. شيء مش لوجيك. تعرفوا الدراسات الإحصائية بتظلها إلها نقاط قوة ونقاط ضعف فيها، نقاط قوة ونقاط ضعف. ولكن الإشي اللي نقول إحنا نتفق عليه إنه إذا إحنا تناول مثلا فواكه ولا خضار تحتوي على مجموعة من الأنتي أوكسيدنت ماتيريالز، وبالتالي هاي الأنتي أوكسيدنت ماتيريالز إلها سينرجست إفكت. سينرجست إفكت يعني يكون إلها بترتبط في نفس الوقت على أكثر من ريسبتور، وبالتالي بتعمل ديفرنت إفكتس. هذا الأوفر أول يعني جعل ان او قلل من الفري راديكلز. يعني هون بدل ما يكون، خليني بس اختصر هاي الجمله بسيطه. اذا هون ايش عملوا؟ هم ما اخذوا سموكرز، هذول السموكر جزء اعطوهم بيتا كاروتين وجزء اخر ما اعطوه. وجدوا عملوا بعد اخذوهم ايش بسموها يعني عملوا تتبعوا الناس هذول بعد كل عدة سنوات، وشافوا انه طبعا المدخن بده يكون عنده احتمالية يصاب باللنج كانسر. وجدوا انه هذول اللي ما اخذوا المدخنين واللي ما اخذوا بيتا كاروتين نسبة اللنج كانسر عندهم اعلى مقارنة مع الناس المدخنين. ماشي، الناس المدخنين واللي اخذوا، لاحظوا هنا، واللي اخذ بيتا كاروتين، يعني اللي اخذ مره ثانيه بيتا كاروتين، الناس اللي اخذت بيتا كاروتين، اللي اخذت بيتا كاروتين كان عندهم ايش؟ كان عندهم اللنج كانسر، اللنج كانسر اعلى. اللي اخذوا بيتا كاروتين، اللي اخذوا هذا هو انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت كان عندهم اللنج كانسر اعلى. يعني تخيل واحد اخذ خلينا نحكي هيك، واحد اخذ بيتا كاروتين وبنعتبره انتي اوكسيدنت صار عنده ديفلوبينج اكثر للينك كانسر مقارنه مع واحد ما اخذ. يعني هذول اللي ما اخذوش عندهم اللينك كانسر كان ماله كان اقل، وهذا مش لوجيك. هذا الامر مش لوجيك. فلذلك قلنا انه قصه السينرجيست افكت يكون في عندنا اغذيه مثلا زي فروتس وفيجيتابلز فيها مجموعه كبيره من خلينا نحكي هيك من الانتي اوكسيدنت، فهذول بيعملوا تأثير افضل. تفضلي لمار. دكتور، انت بالاول حكيت ان اللي ما اخذوا البيتا كاروتين كان عندهم الديفلوبمنت لللنج كانسر اقل، لا لا، انا صححت انه صححت اه اكتر صححت بالعكس صار. اه اه صحيح. يعني ليش بقول لكم مش لوجيك؟ الناس اللي اخذت البيتا كاروتين المفروض انه البيتا كاروتين ايش ميزته؟ قلل الكانسر، يقلل اللنج كانسر، بقلل الكانسر، بس شو لك انه بالعكس بزيده. زاد الكانسر، واللي ما اخذوش بيتا كاروتين عندهم كانسر اقل، وهذا اشي مش لوجيك. واحيانا الواحد بيحكي كلمه بفكر بشيء اخر بطريقه مختلفه، بيحكي وبكتب يعني بيعبر بطريقه مختلفه، ولكن يعني اين الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح انه الناس اللي اخذت انتي اوكسيدنت صار عندهم لنج كانسر، واللي ما اخذوش اللين كانسر أقل. فهذا الحكي مش يعني مش دقيق، يعني مش دقيق. بتعرف الدراسات الإحصائية زي ما قلت لكم ما لهاش هالإفكت، خلينا نعتبر إنه مش دائما تعطي النتائج الحقيقية لأنها أرقام تشينجبل. لذلك السينرجيست إفكت يعني يكون الواحد ياخذ مجموعة من الأنتي أوكسيدنت مرة واحدة ضمن الفروت والفيجيتابلز، هذا الكلام بيعطيه أدفانتج أفضل مما ياخذ individual antioxidant. يعني هاي الاوفر اول انه تناول الخضار والفواكه بتحتوي على مجموعه كبيره من الانتي اوكسيدانت، لذلك تاثيرها بيكون افضل مما انه اخذ 1 انتي اوكسيدانت. وهذا منطق لانه كل واحد بيشتغل فيهم بطريقه مختلفه. الاوفر اول لهي الانتي اوكسيدانت ماتيريالز الاوفر اول راح تكون شو مالها؟ راح تكون تأثيرها أفضل من مجموعة، ولكن في حالات
الدراسات الإحصائية بتعطيكم نتيجة خاطئة. يعني أنت يعني ظروف الدراسة ما بتعرف، يعني ظروف الدراسة شو كانت. ممكن برضو الناس اللي أخذوا البيتا كاروتين قالوا أخذناهم ما أخذوش، والعكس صحيح. فهمتوا كيف الوضع؟ يعني تلكوا إنه الريجوليشن لهي الدراسة ممكن ما كانت بالطريقة الصحيحة، يعني وهذا مش لوجيك زي ما اتفقنا. بس بيجي دكتور قبل شوي حكيت لنا انه انت انه البيتا كاروتين ممكن يكون لها اكثر من مستقبل، يعني ريسبتر على خلايا مختلفة، فبالتالي يعني ممكن يكون لها مالتيبل افكتس. لا مش هيك انا اللي حكيته، اللي حكيت انه الفري راديكال في عندنا اول شيء هيك حكيت انا، حكيت انه في عندي انا مجموعه مختلفه من الانتي اوكسيدنت، يعني مش بس هذول الكاروتين، في مجموعه اخرى الفليفونويدز والكاروتينويدز، هذه مجموعات اخرى يعني. فهذول يوم تكون تتناولوا فواكه، وهي الفواكه والخضار بتحتوي على عده انواع، فهي العده انواع إلها سينرجست إيفكت، يعني كل واحدة بترتبط على ريسبتور خاص فيها وبتعمل إيفكت مختلف، بالنهاية الأوفر أول الإيفكت بيكون إيجابي. أيوة ولكن مادة واحدة تجوز تشتغل على باث واي واحد، وبالتالي الإيفكت ما راح يكون يعني بشكل نقول عنه واضح. تمام؟ تمام عادي دكتور. طيب الآن نيجي لموضوع الموضوع الثالث. الموضوع الثالث بيحكي عن السيتوكروم بي 450، يعني استخدامات النات بي اتش بستخدمها في السيتوكروم بي 450 مونوكسوجينيز سيستم. طبعا هذا ايش ميزته هذا الانزيم؟ هذا الانزيم بده النات بي اتش، بيحتاج الى النات بي اتش، بيستخدم النات بي اتش. لاحظوا هون هذا الانزيم، على فرض انا عندي، مشان ناخذ احنا ايش الرياكشن وبعديها بحكي بالتفاصيل. على فرض عندي ار اتش، كان هذا درج، ممكن هذا توكسين، ممكن يكون كيميكالز، ممكن ستيرويد، ممكن وات ايفر. الى الـ طبعا هون انا بحوله الى شكل الار او اتش. مثلا لو جيتوا للذائبيه الار اتش والار او اتش، انو ذائبيته اعلى؟ يعني انا ممكن انا ازيد اثر بالفيزيكال بروبرتي للدرج، بحيث انه انا يا بعمل له مثلا، خلينا نحكي هيك، بساعده بالديستريبيوشن، بساعد حتى بالاكسكريشن، يعني وات ايفر، بعمل له اكتيفيشن. هذا الحكي اذا بدي احوله هاي العمليه بسمي له هيدروكسيليشن ار اتش الى ار او اتش. عملت له ايش؟ عملت له هيدروكسيليشن، يعني انا حولته المجموعه الوظيفيه معه صارت هيدروكسيل جروب، فبقول هيدروكسيليشن. الهيدروكسيليشن هون مشان احوله الى ار او اتش، من ار اتش الى ار او اتش، هون ايش بدي؟ بدي اكسجين اولا، وفي نفس الوقت مشكلتي انا في الاكسجين الثاني، مش هي عندي اكسجين، عندي او بهذا الشكل. اول اكسجين اعطيناها لمين؟ اعطيناها، اعطيناها للدرج، فتحول ار او اتش. فبدي انا هون فيش عندي، يعني نقول انا بدي، يعني مشكلتي بذره الاكسجين الثاني، ذره الاكسجين الثاني ايوه، هون ايش بعمل فيها؟ مشان امنعها تتحول لفري راديكال، ايش بعمل فيها؟ اولا بحولها ل H2O، بعملها بحولها ل H2O. فمشان احولها ل H2O ايش بلزمني؟ بلزمني هيدروجينات. من النادي. ايوه، بدي هيدروجين، منين مصدرها؟ من النات بي اتش. وبالتالي انت هون بالفعل اثرت على البروبرتي للدرج، او حتى على مستوى ايش؟ على مستوى بتعرفوا مثلا في عندنا الستيرويد هرمونز، الستيرويد هرمونز عمليه ان يكون الستيرويد هرمون فانكشنال، ممكن بيحتاج ايش؟ بيحتاج الى اني انا بتعرفوا انه عمليه الاكتيفيشن له والسنتزز ممكن تتم في ديفرنت لوكيشنز في الجسم، يعني او حتى على مستوى بدي انقله انا كمثال حتى within the cell، بدي احوله لانترميديت. هذا الانترميديت بيساعد يعني له سوليبيليتي افضل، وبالتالي انا بتمكن من التعامل معه، فلهذا السبب انا بزيد السوليبيليتي من خلال اضيف عمل هيدروكسيليشن. فلذلك هنا لو جينا بالنسبه للمونو اوكسجينيز سيستم، منين اجى الاسم مونو اوكسجينيز سيستم؟ بضيف 1 اتوم من الموليكولار اوكسجين للسبستريت، شايفينها؟ لا، هي السبستريت تبعنا الار اتش وحولنا لار او اتش، فبكون هيدروكسيل جروب.
بينما الاتوم الثاني الاكسجين اتوم الثاني بعمل له ريدكشن. لايش ريدكشن؟ ريدكشن الى ووتر، ريدكشن الى H2O. لذلك كون وجود هذا الانزيم، وجود هذا الانزيم اللي بيساعد بكل القصه هذه. الانزيم هنا بسميه سيتوكروم بي 450، وهو عده انواع. وعاده هيك عاده طبعا شو اهميته؟ انه ممكن يكون هذا الانزيم اولا له وظيفتين مختلفتين في تو لوكيشنز within the cell، وهسه رح نحكي عنها احنا. فاول نقطه في عندنا بشكل عام، خلينا نحكي احنا بشكل عام، السيتوكروم بي 450 بيشمل ايش؟ بيشمل سوبر فاميلي من 100 اوف جينز، وعاده بيحتوي على هيم كونتيننج مونوكسوجينيز، يعني بيحتوي على مجموعه الهيم، وله مجموعه من الفانكشنز. نعم، البي 500 450 عاش بدون بدل على انه انا بقدر اقيس ايش؟ بقدر اقيس هي شايفه تحت، هي موجوده تحت، ريفلكس ذا ابزوربنس ات 450 نانومتر. يعني انا بقيس ايش؟ بقيس الانزيم، بعمله ديتكشن باستخدام اللي هو النانو، يعني باستخدام سبكتروفوتوميتر. السبكتروفوتوميتر على 450 نانومتر. تمام، يعني انا بعمله، هو ديتكتابل على هذا الرقم، ديتكتابل على هذا الرقم، بقدر اعمل ديتكشن لوجود هذا الانزيم على 450 نانومتر. لهذا السبب سموه بهذا الشكل. وهو هيم كونتيننج زي ما حكينا، هو مونوكسوجينيز اكيد، وهو يعني بيحتوي على الهيم. شو وظائفه العديده؟ له ممكن يعمل هيدروكسيليشن، انه بضيف على السبستريت بكون هيدروكسيل جروب بسميه هيدروكسيليشن. وعاده عندي يوم قلنا ار اتش تحولت الى ار او اتش، فانا عملت ايش؟ عملت كاني سبستيوشن للاتش بهيدروكسيل جروب، فهي بسميها هيدروكسيليشن. الاكسديشن اللي هي بيكون بالعاده انا عندي سي دبل بوند سي مثلا، انا بضيف ايش؟ بضيف الاكسجين، بضيف الاكسجين على هاي الرابطه، فبيكون عندي ايش؟ بيكون عندي بسمي هذا الرياكشن ايبوكسيديشن. طبعا احنا رايحين نركز فقط على الهيدروكسيليشن. وفي عندنا هيترو اتم اوكسيديشن، انا بضيف الاكسجين وين؟ على ممكن على نيتروجين سلفر. وزي ما حكيت لكم هنا، يعني اعتمادنا الرئيس على كل حديثنا راح يكون على الهيدروكسيليشن، بس هي انواع الامثله ايش الرياكشنز اللي بيغذيها سيتوكروم بي 450. احنا دكتور، تفضل. هذا السيتوكروم موجود في الاي تي سي سايكل، اي تي سي شوف، مش بال يعني هو حقيقة السيتوكروم بي 450 هو موجود في مكانين، وراح نحكي عن هذول المكانين، بدناش نستعجل، موجود في مكانين راح نحكي عنه ان شاء الله. هذا الناس بدنا نحكي عنه دقائق. في واحد موجود في الميتوكوندريا، في واحد موجود برضو في اذر مونوكسوجينيز سيستم. تمام، نعم، هسه بنحكي عنهم ان شاء الله، بس خلوني مجال احكي يا جماعه مشان مره واحده اجاوب كان اسئلكم مختلفه. تمام، لان الموضوع هذا جزئيات فيه، انا مش ماخذ، يعني مش موصلكم الروح فيه، بس انا احكي عنه بشكل عام بس مع اسئلتكم. السيتوكروم بي 450 مونوكسوجينيز سايكل شو فكرته؟ فكرته انه بهذا الشكل، انا عندي هاي السبستريت، ولاحظوا هنا انا بحكي عن الهيدروكسيليشن، بحكي عن الهيدروكسيليشن، يعني زي كأنه ار اتش وراح ينتهي ب ار او اتش، يعني الاي والار ما اختلفناش، نفس الشيء يعني. فهنا بتلاحظوا ايش؟ بتلاحظوا انه بالطريقه التاليه، اول شيء بيرتبط السبستريت مع الاف اي جزء الهيم من السيتوكروم اللي هو بي 450، بيحتوي كلنا على الهيم، فبيكون كومبلكس، بيكون الانزيم مع السبستريت. لاحظوا بالنسبه للاف بي 3 بلس ما تغيرت. هسه هون مشان انه كهي كانها مرحله ان بتوين، بعديها الاف بي 3 بلس حتى يكون فانكشنال لازم يصير له عمليه ايش؟ لازم يصير له عمليه ريدكشن
ريدكشن. فلذلك الاف اي 3 بلس هنا، الاف اي 3 بلس بده يتحول لايش؟ بده يتحول الى اف اي 2، الى اف اي 2 بده يكسب، يعني بده هذا السيستم بده يكسب الكترون، كسب الالكترون. بالتالي طبعا هذا الالكترون منين مصدره؟ بده يكسب الالكترون منين مصدره؟ مصدره من الناد بي اتش اوكسيديشن، وبالتالي عن طريق السيتوكروم بي 450 ريدكتيز، وبنقل الالكترون من ناقل لناقل، بنقلها للفاد للاف ام ان، الفاد بسميه فلافين ادينو الادينين داينوكليوتايد، وبنقله بعديها لفلافين مونونوكليوتايد، بعديها الالكترون بيعطيه لمين؟ لنقول للانزيم السيتوكروم بي 450 مونوكسوجينيز، وبتحول ايش؟ بتحول الى اف اي 2 بلس. الان اف اي 2 بلس في هدف، متذكرين الهيموجلوبين وكيف بيرتبط الاكسجين، كيف بيرتبط مع الهيم؟ بيرتبطش على اف اي 3 بلس نهائيا، لازم يرتبط على اف اي 2 بلس. فانا حولته من 3 بلس الى 2 بلس، الالكترون مصدره من الناد بي اتش. هنا بعديها دخل على الخط مين مشان انا اقدر اربط الاكسجين مع السبستريت؟ دخل على الخط الاكسجين اخذ الالكترون اللي مصدره اللي كسبه او اللي أخ... اللي نقول كسبه الاف اي 3 بلس وتكون الاف اي 2 بلس، اخذ الالكترون فصار سوبر اوكسايد، والاف اي 3 بلس رجع للحاله الطبيعيه. بعدين كمان مره تتكرر العمليه، كمان انذر ناد بي اتش بيصير له عمليه ايش؟ عمليه اوكسيديشن بنفس الطريقه، فات اف ام ان طبعا هو، وبعدين الانزيم سيتوكروم بي 450 ريدكتيز، وهالالكترون بعديها تحول الاو 2 او السوبر اوكسايد الى البيروكسايد، تحول الى بيروكسايد. الان يعني الالكترون اللي مصدر من وين راح؟ راح على السوبر اوكسايد، فتحول الى بيروكسايد. البيروكسايد هون بعديها طبعا، هذا بيعطيكم اختصارات يعني الرياكشنز اكثر من هيك، ولكن هي يعني مختصره. بنفصل السيتوكروم بي 450 اف اي 3 بلس اللي هو الريدكتيز، بنفصل هذا الانزيم زي ما حكينا، انفصل الى الحاله الطبيعيه. لان البيروكسيد هنا واحد، هنا بيجي عندنا عامل الهيدروجين اللي هو بفعل ايش؟ بفعل الاكسيديشن للناد بي اتش. فواحد من الاكسجين هنا بيرتبط مع مين؟ بيرتبط من الذرتين، واحدة بترتبط مع الهيدروجين وبتنتج ايش؟ تنتج الـ H2O، والثاني بترتبط مع السبستريت وبتعمل له هيدروكسيليشن، وبالتالي بتزيد مثلا السوليوبيليتي، بتزيد يعني الاكتيفيتي، له وظائف عديدة. فهي جزئية إيش؟ هاي جزئية هذا البارت. فلذلك أنا يعني إذا بدي أحكي عنه، خليني أنا أحكي لكم عن المكوناته، لأنه إحنا حكينا عن الفانكشن بشكل عام. أنا مشان أقدر أكون أعمل هيدروكسيليشن وأنتج H2O من الدرج، كان الدرج هذا يعني بدي أحسن من الفيزيكال بروبرتي له، بدي 2 ناد بي اتش، بدي 2 ناد بي اتش، وبنتج في المقابل 1 اتش 2 او، بنتج 1 اتش 2 او. موجود هذا السيستم في مكانين، للي سأل وين موجود. النوع الاول مرتبط، موجود في الممبرين الخاص بالسموث اندوبلازم ريتيكولم، بسميه هنا مايكروسومال سيستم، على اساس ان السموث هي جزء، وعاده وين مهم؟ في الليفر. لذلك كل الدرجز والتوكسين توصل على الليفر على اساس يصير لها ديتوكسيفيكيشن مثلا، او انه يعني تنعمل لها مثلا اكتيفيشن اذا كنا نحكي عن درج. ف دائما المواد بسميها فورين كومباوندز، بطلق عليها مصطلح اكزينوبايوتكس. وهي شو بتشمل؟ بتشمل بالعاده ديفرنت تايبس اوف درجز، البوليوتنتس، ممكن مشتقات البتروليوم، ممكن مواد الكارسينوجينز او البيستسايدز، وات ايفر. هنا حاكي لكم عن جزئيه انه سيتوكروم بي، سيتوكروم بشكل عام انزيمز بالذات للميكروزوم سيستم، نعطيكم مثال
سيتوكروم بي 3A4، هذا بيعمل هيدروكسيليشن. هذا نعطيك مثال على انواع السيتوكرومات، في عده انواع، انواع كثير من السيتوكرومات. فهذا النوع مثلا بيعمل هيدروكسيليشن للتوكسينز، وبالتالي ايش؟ بالتالي بيستخدم الناد بي اتش. ما هي جميعا بتستخدم الناد بي اتش على اساس انه تحول التوكسين، تعمل له هيدروكسيليشن، وبالنهايه في مجال انه استفيد منه بالوظائف التالية. ليش انا بعمل له، بعمل مثلا هيدروكسيليشن في نقطتين. اول شيء انه بعمل له اكتيفيشن، اذا كان درج بعمل له اكتيفيشن، اذا كان توكسين ممكن اعمل له ان اكتيفيشن. بزيد السوليبيليتي. ليش بزيد السوليبيليتي؟ لانه قلنا انه يا مضيف انا هيدروكسيل جروب استبدل اتش بهيدروكسيل جروب، اذا هنا انا زدت السوليبيليتي، يا انه انا بزيد من انتشاره بالخلايا اذا كان درج. والامر الثاني اذا كان والله توكسين، انا بعمل له اكسكريشن باتجاه اليورين او باتجاه الفيسز. لذلك وفي كمان في يعني في تطبيقات اخرى، في تطبيقات اخرى انا يا موفر هيدروكسيل جروب، هاي الهيدروكسيل جروب ما هي كيميكالي اكتيف، ممكن تعمل كونجوجيشن يعني سايت من خلاله بكون بوند جديده. هاي البوند جديده من خلال العملية الكونجوجيشن مع بولر مولكيول، وبالتالي يعني مثلا زي مين على فرض، زي البيليروبين. البيليروبين هو نون بولر، فيوم عمل له كونجوجيشن مع مولكيول بولر، بالتالي انا بزيد من البولاريتي، بزيد من الشيربيليتي، وبتخلص منه. وين بتخلص منه؟ على البايل داكت. لذلك هو بيعمل انكريز للكومباوند سوليبيليتي. مثال، انا ممكن اعمل كونجوجيشن مثلا مع الجلوكورونيك اسيد، وهذا اكثر شغله موجوده بالبيليروبين اللي هو المواد النون بولر. يعني اذا قبل شوي يوم شفتوا انتم انا الاشياء اللي انا بدي اعملها، يعني شو الار جروب قلت لكم قبل شوي، قلت قد يكون درج، قد يكون ستيرويد. يعني ستيرويد هرمون، وهذا الستيرويد هرمون بدي انا يعني يمر في عده مراحل حتى يتحول الى اكتيف. او قد يكون ايش؟ قد يكون مادي نون بولر، مادي نون بولر زي مثلا زي البوليروبين، زي مثلا حاله البوليروبين. هسه هون البوليمورفيزم، يعني شو بقول البوليمورفيزم؟ يعني وجود عده اشكال من الجين، تنوع الجينات الخاصه بالسايتوكروم، السايتوكروم بشكل عام. هذا الحكي بصير في هناك ديفرنت ميثودز للدرج ميتابوليزم. فهذا الامر يعني احنا ماخذين زي ما بقولوها، ماخذين اشياء بطريقه مختصره، ماخذين اشياء بطريقه مختصره. في عنا اخر جزئيه بعدين بسمع اسئلتكم. في عنا النوع الاخر الميتوكوندريال سيستم. الميتوكوندريال سيستم هذا موجود وين؟ موجود على الانر ميتوكوندريال ميمبرين. الانر ميتوكوندريال طبعا هذا له علاقه بستيرويدجينيك تيشوز، يعني الانسجه اللي بتنتج ستيرويد هرمونز زي البلاسينتا، الاوفرز، التستس، الادرينال كورتكس، وهذا بيلعب دور في الستيرويد هرمون سينثيسيس. وعاده برضه بيعتمد على الهيدروكسيليشن، بيعتمد على الهيدروكسيليشن. والهيدروكسيليشن ممكن زي ما حكيت لكم في بعض الستيرويد، بعض الهرمونات ستيرويد هرمونز، حتى اني انا اقوم بعمليه تصنيعها. ممكن زي مثلا خذ مثال فيتامين دي. فيتامين دي هو طبيعته من الاساس نون بولر، بس انه انا بحول انترميديت، وعاده بتتم في ديفرنت لوكيشنز عمليه الاكتيفيشن او عمليه الماتوريشن لهذا الفيتامين في ديفرنت اورجانز، تصنيعه والاكتيفيشن ديفرنت اورجانز. بالتالي انا الانترميديت الموجوده بدي احاول اعملها ايش؟ اعملها لها بولاريتي مشان تساعد في عمليه النقل. فلذلك هنا يعني مثلا الانترميديتس يوز هيدروكسيليز، ايش بيعمل للانترميديتس اللي حكينا الستيرويد هرمونز وغيرها، مشان احول كونفيرجن الكوليسترول تو ستيرويد هرمونز. احنا نعرف انه بالنسبه للستيرويد هرمونز هي ديريفاتيف من الكوليسترول، ديريفاتيف من الكوليسترول. فلذلك عندي انترميديتس حتى الوصول الى الستيرويد هرمون الفعلي. ليش؟ لانه هاي المواد هي هيدروفوبيك زي الكوليسترول، بحولها الى مور ووتر سوليوبل من خلال يوم اضيف عليها هيدروكسيل جروب، اضيف عليها هيدروكسيل جروب بجعلها شويه مور هيدروفيليك. مثلا لو اخذنا بالليفر، الليفر
اخذنا مثال اللي هو البايل اسيد سينثسيس. البايل اسيد سينثسيس بدي اصنع البايل اسيد في انترميديتس، في انترميديتس حتى بالنهايه انا انتج ايش، انتج البايل، وراح نحكي عنه في المستقبل. الامر الثاني عمليه الهيدروكسيليشن للكوليكالسيفيرول اللي هو حوله، اللي هو بتعرفه يا مصنع فيتامين دي، هاي عندي انا بعمل ايش، بعمل هيدروكسيليشن مرتين، بعمل هيدروكسيليشن بالاساس، اول شيء عضله كربون رقم 25 ايوه بالليفر، وهون ايش بعمل هذا الحكي بالليفر، بحوله ل 25 هيدروكسي كولسي طبعا كوليكالسيفيرول فيتامين دي، بعدين بروح على الكدني، بمر بوصل للكدني، في الكدني بيصير له فرذر هيدروكسيليشن على ضربة كربون رقم واحد، وبيكون ال 125 داي هيدروكسيليت فورم من فيتامين دي دي 3، وبالتالي اصبح ايش، اصبح جاهز لانه يقوم بالاكتيفيتي. فهاي جزئيه، هاي الجزئيه اللي انا ذكرتها. هسا في شغله هون، في شغله هون في الميتوكوندريال سيستم، الان مصدر الالكترونات، انا هون بس بدي اعطي من الفيجر اللي هون او المخطط الموجود، واقرأوا المخطط، يعني اقرأوا فقط المخطط. انا الالكترونز مصدرها من البنتوز فوسفيت باثوي، طبعا هون كون النات بي اتش، النات بي اتش الكترون بنتقل للفاد، الفاد اللي هو جزء من او يرتبط مع الادرينودوكسين ريدكتيز، وبعديها بيعطيها لمين الالكترون، للادينودوكسين، وبعديها للسيتوكروم بي 450 وسيتوكروم بي 450، بعديها بيكمل بصير يعطي الالكترون للسبستريت مشان يعمل هيدروكسيليشن الوسايكل اللي انا حكيت عنها قبل شوي. فما تدخلوش كثير، ما تدخلوش كثير بهالتفاصيل، يعني انا بحكي لكم مكونات الميتوكوندريال سيستم، بيعطي الالكترون من الفاد، بعدين من الفاد الى الادينودوكسين، وبعديها بنتقل لوين؟ للبي 450 انزيم. وانا بعطيكم تفاصيل، خلاص انت نتفق انه بالنهايه بعديها السيتوكروم بي 450 بيعطي لمين؟ بيعطي للاف اي 3 بلس، بحولها للاف اي 2 بلس، وبنكمل السايكل اللي انا ذكرناها قبل شوي. تمام؟ فانا هون خلينا نسمع اسئلتكم، نسمع الاسئله على الجزئيات الموجودة. تفضلوا، أنا عندي سؤال. إذا لو بدنا نحكي البرنسبل، أنا بدي أسألكم أسئلة قصيرة. البرنسبل للسيتوكروم بي 450 مونوكسيجينيس سيستم، في عنا تو تايبس، واحد ميتوكوندريال وواحد مايكروسومال. المود اوف اكشن تبعهم بيعتمد على ايش بيعتمد؟ احنا قلنا في ثلاث ثري فانكشنز، هيدروكسيليشن، ايبودوكسيشن، وايش كمان عندنا اللي هو هيتيرو اتوم. تمام، بس انا اللي بيهمني ايش، بيهمني هيتيرو اتوم اوكسيديشن، بس انا اللي بيهمني ايش، بيهمني انه الطريقه ايش الطريقه، كل القصه. انا عن طريق السيتوكروم بي 450 ريدكتيز باخذ الالكترونات من الناد بي اتش وبيعطيها لمين؟ بيعطيها للسيتوكروم، ماشي، بي 450 مونوكسيجينيز، ماشي. وشو بيعمل هون؟ بيحول ايش اللي هو اصلا كان مرتبط مع السبستريت، وبعديها الالكترون اللي اخذناه شو بنعمل فيه احنا؟ مين بيكسبه؟ بيكسبه الاف اي 3 بلس، فتحول لاف اي 2 بلس، صار عندنا عمليه ايش؟ عمليه اللي هو ريدكشن. طيب بعديها ايش؟ بعدها بعطيه الاكسجين، باخذ الاكسجين، الاكسجين تحول لايش؟ الى سوبروكسيد. سوبر اوكسيد. بعديها كمان انا لازم احوله الى بيروكسيد، كمان الكره تتكرر مره ثانيه، فكونت ايش؟ كونت الانزيم مرتبط مع السوبر اوكسيد مع البيروكسيد. بعديها بيجي عامل، طبعا هاي سايكل في يعني انترميديت في القصه. فهنا اعطاني ايش؟ اعطاني H2O، والثاني انتجنا، عملنا هيدروكسيليشن للبرودكت. وكل فكرتهن، كل الفكره يعني مثلا يوم اخذنا المايكروزومال سيستم، له علاقه في ايش؟ العلاقه له علاقه في ديتوكسيفيكيشن للدرجز، والعلاقه بالبليوتنس، انو لي علاقه بيكون في انتاج اللي نقول الستيرويد هرمونز. متذكرين انتو زمان في البيولوجي
يوم كنت تاخذه عن السموث اندوبلازم ريتيكولم، مش كان يقولوا انها تعمل ديتوكسيفيكيشن ايوه للدراجز؟ صح، ايوه مزبوط. طيب هاي لانه فيها هذا النوع من الانزيمات اللي بتعامل ايش؟ بيعمل ايش؟ بيعمل هيدروكسيليشن لهي الدراجز. واذا عملنا هيدروكسيليشن ايش عملنا معنا احنا؟ دكتور زدنا السوليبيليتي وزياده السوليبيليتي. اذا بتحكوا عن الدراج انتو عملتوا له اكتيفيشن مثلا، اذا بتحكوا ديتوكسيفيكيشن. اذا عملتوا عن توكسين، حكيتوا عن توكسين، التوكسين شو عملتوا فيه التوكسين؟ نزل السمية تبعته. برضه من خلال زدت السوليوبيليتي، فبوصل لمناطق الاخراج بشكل اسرع. ما هو التوكسين وين بيشتغل؟ في الليفر بس دكتور، برضه بيعمل استيراج هرمون، بيعمل ايش؟ استيراج هرمون. لا، اللي بيعمل اللي هو النوع الثاني، الميتوكوندريال سيستم. اللي هو لذلك تم فصل الحالتين. شايفين وظائف الميكروسومال سيستم، وهي وظائف مين؟ وهي وظائف الميتوكوندريال سيستم. لاحظوا هنا القصة، ما يعني لاحظوا هنا حتى بالفانكشنز ما جاب سيرة ستيرويد هرمونز، بينما في حالة ايش؟ في حالة الميتوكوندريال سيستم هو لذلك هو موجود بالاستروجينيك تيشوز اللي بتنتج ايش؟ تنتج الستيرويد هرمونز. وشو الهدف منه الميتوكوندريال سيستم هون؟ ايش الهدف؟ يعمل ايش؟ يعمل للانترميديتس، خليه مور بولر. يعني من خلال عمل هيدروكسيليشن. وهي امثله موجوده، هي امثله البايل اسيد سينثيسيس، الهيدروكسيليشن للكوليكالسيفرول، كمان مهم جدا في تصنيع، وهذا الباثوي راح نتعرف عليه ان شاء الله في تشابترز قادمه، انه كيف انا بصنع الستيرويد هرمونز من الكوليسترول. فإله وظائف عديده. فكل اللي بصير قاعد يعني الاختلافات بين الميتوكوندريال سيستم وما بين الميكروزومال سيستم، والاختلافات اول شيء شو نوع ايش الفانكشن الرئيسيه، انا ايش بدي اعمل هناك. بحكي عن دراجز، بيحكي عن كيميكلز، وهنا بيحكي عن ايش؟ بيحكي عن وظائف ضمن وظائف الجسم، سواء كان بدي اصنع فيتامين دي، بدي اصنع بايل اسيدز، بدي اصنع مثلا ستيرويد هرمونز. والامر الثاني، بس الاختلافات الثاني طبعا اللوكيشن صحيح، بس هو للي سأل هنا هل هو جزء من الكترون ترانسبورت تشين؟ لا، هو مش جزء من الكترون ترانسبورت تشين، ولكن هو جزء من الانر ميتوكوندريال ممبرين، هو احد الكومبوننتس على الانر ميتوكوندريال ممبرين. والشغله الثانيه المهمه، الاختلافات بيكون في طبيعه ال نقول يعني الالكترون اكسبتور والالكترون دونر. الدونر متفقين احنا وياكم هو الناد بي اتش، بس اللي بينقل الناقل في اختلافات بينهم. يعني كان هناك الفاد وال اذا متذكرين، يعني في اختلافات استراكشر، اللي بعدين كمان في ديفرنت تايبس اوف ذيس انزيمز اوف ذيس سيستمز. هاي الديفرنت تايبس شو بتعمل؟ بتعمل زي ما ذكرنا لكم كوظيفة رئيسية. ايش بتعمل؟ حكينا هي لا اكثر ولا اقل في different variants. يا ما اقول variant يعني بيكون في تشابه structurally، في اختلافات بسيطة، الفانكشن واحدة، ولكن انه يكون له يعني انه يكون في نوع من الذكرية. يوم كنا احنا نحكي عن الانزيمز، يوم كنا نحكي عن الجلايكوجين فوسفوريليز، في موجود ديفرنت ايزوزايم، ما هي نفس الفانكشن، بس هنا بيكون في نوع من السبيسيفيستي للوكيشن، يعني شيء بالليفر، شيء دي شو تسبك بكون. يعني هيك، بس الفانكشن واحده، الفانكشن بس في اختلافات ممكن بسيكونس للامينو اسيدز، بالاخص في مناطق نعتبرها مش مهم كثير للوظيفه. فلهذا السبب ممكن يعني من الاشياء اللي اختلافات الكبيره بينهم، كمثال احد الاختلافات انه قصه الجلايكوجين فوسفوريليز الريسبونس له اعلى في عمليه ايش؟ في عمليه الديجريديشن للجلايكوجين، عشان نوفر كميات كبيره من الجلوكوز، مش بس لإله لانه للدم. في المقابل الليفر المسلز الريت للديجريديشن بيكون مش ريت سريع، عشان نوفر كميه معقوله من الجلوكوز 6 فوسفيت
للعضله. فهون تخيلوا لو كان نفس الريت، نفس الانزيم، نفس الاستراكشر، معناه انه اول ما الشخص بده يلعب رياضه مباشره بتلقى انه الجلايكوجين اللي عنده صار له عمليه ديستراكشن بشكل سريع. ودليل ذلك متذكرين قلت لكم انا وقتها انه على مستوى الانزيمات او على مستوى الفاستنج بالذات قلنا انه الليفر بكفينا من 10 18 ساعه، بينما المسلز اصلا على ما يعني بتتأثر خلال هذه الفترة ما مثلك بتتاثر في هذه الفتره. فمعنى اللي بيضمن القصه، مين بيضمن القصه؟ الريت، قديش الريت للرياكشن بين الحالتين مختلف على الرغم من نفس الوظيفه. واضح يا جماعه؟ واضح الامور؟ حد عنده سؤال؟ أنا دكتور بدي أسأل عن الميتوكوندريال سيستم الموجود، السيستم الموجود في الميتوكوندريا. صحيح. هذا دكتور هو موجود يعني في كل التيشوز اللي بتحتوي على الميتوكوندريا وكل السيلز اللي بتحتوي لا على لا لا الميتوكوندريا. لا، شوفي، هذا هو موجود بالتشوز اللي هي زي ما اتفقنا طبعا استيرودوجينيك، يعني اللي بتنتج ايش؟ تنتج الاسترويد هرمونز مثلا، موجود بالكدني، موجود في الليفر. الليفر على اساس مكان تصنيع البايل اسيدز، الكدني على اساس انا بنتج الاكتيف فورم من فيتامين دي، موجود في ديفرنت تيشوز اللي بتنتج ستيرويد هرمونز زي ما اعطاكم البلاسينتا، التستس وغيرها. دكتور شو أهميته، شو أهميته بالبلاسنتا مثلا؟ يعني بتعرفي مثلا البلاسينتا بفتره من الفترات بتنتج ايش؟ تنتج هرمونات، تنتج الهرمون يعني مثلا اذا متذكرين انتم لو ترجعوا برضه لمراحل كمان تكون لمراحل لو جيتوا لمراحل افراز الهرمونات على مستوى ايش؟ على مستوى الحمل، راح تلقوا انه الاوفري ببطل يفرز، بصير يفرز البلاسنتا في المراحل. انا بحكي على مستوى ايش؟ على مستوى مثلا هرمون البروجسترون كمثال، هرمون البروجسترون بصير اللي هو اللي بيحافظ بيعمل مينتيننس للحمل او للبلاسنتا بالذات. بيكون في البدايات، بيكون اول البدايات بيكون الاستروجين يفرز من خلال ايش؟ من خلال الاوفريز، وبتم انتاج البروجسترون بكميه. وبعدين اللي بياخذ المانجمنت وبياخذ الرول الكامل بصير البلاسنتا بصير تاخذ. ففهمتوا كيف؟ انت لو بترجعوا على الامر هذا للمستقبل راح تتعرفوا على هاي التفاصيل ان شاء الله، بس تيجي لموضوع بالفسيولوجي راح تاخذه ان شاء الله. فقصة ايش؟ قصة الجستيشن وقصة الهرمونات وتوزيع الهرمونات وعملية الحمل وكيف يتم. تعرف انه بعض مرات في بعض الاناث ما بتنتج، امهات الحوامل ما بتنتج بروجسترون بشكل كامل، فبتاخذ ايش؟ بتاخذ هرمون يعني بيعمل ميميكينج، يعني دراج بيعمل ميميكينج للهرمون، وبالتالي زي مثبت خلينا نحكي احنا بالعربي. ما بعرف في حد عنده سؤال؟ حسين، شفت مرة حسين رافع ايديه. دكتور عندي سؤال أغلبك. يوسف، تفضل يوسف. بقول ايش هو اللي في الادرينودوكسين ريدكتيز، هاي المخطط هذا ايش بالضبط هو؟ هذا بعطيك مسار الالكترون، مسار الالكترون كيف بالضبط مشان انت ما تتوهش. شايف هذا المخطط اللي احنا السايكل اللي هون، هذا السايكل مش بالنهايه انا اعطيت الكترون، مش بالنهايه انا اعطيت الكترون للبي 450 سيتوكروم بي 450، مش اعطيت صحيح. الكترون، اخذته من الناد بي اتش، وهي هذا الباث واي، هي طريقه. ها نفس العمل، نقيس قياس، بس قياس قيس انه خلينا بس ارجع لك لهذا الفيجر. هنا الادرينوكسين مثلا هو جزء من الميتوكوندريال سيستم، لاحظ الكترونات من الناد بي اتش للفاد للادرينوكسين ريدكتيز، هناك شو كان اسمه؟ سايتوكروم بي 450 ريدكتيز كان اسمه، عرفت صحيح. علي؟ وبعدين اعطينا انا مين؟ للادرينوكسين، وكملنا سايتوكروم بي السايتوكروم. 450، يعني هذا كانه في، كانه هون في اجزاء اكثر. فهمت عليك، فهمت. فهي القصه بس بعدها سايتوكروم بي بقي 450 الالكترون يعني. بنكمل. هسا المفروض سايتوكروم بي 450 شو بكون؟ وانا عندي السبستريت ار اتش، وبكمل السايكل زي صحيح اللي صحيح. قبل. فهمت عليك دكتور، فهمت.
تمام. مين كمان بده إشي؟ الدكتور أنا دكتور برضو بدي أسأل عن، سجد، تفضلي. بحكي دكتور الريد بلاد سيلز حكينا انها بتحتوي على سوبروكسيد ديسموتيز وعلى الكيتاليز، بس هي ما بتحتويش على الجلوتاثيون بيروكسيديز صح؟ هي بتحتوي على هدول. هي اصلا بتعتمد على الديتوكسيفيكيشن وازاله الفري راديكلز على الجلوتاثيون. لهذا السبب ليش بصير في هيموليتيك انيميا؟ لان هي عشان بتعتمد ديفنسي تعتمد في الديتوكسيفيكيشن على الجلوتاثيون وعلى وجود الناد بي اتش. فيش ناد بي اتش لانه مش شغال البنتوز او الجي 6 بي دي صار له ديفيشنسي. فالنتيجة ايش النتيجة؟ انا بقدرش اوفر ريديوست فورم من ايوه الجلوتاثيون مشان اعمل اوكسيديشن للفري راديكال اللي هو زي الاتش 2 او 2. وبالنهاية الاتش 2 او 2 بيزيد فبيعمل ديستركشن لمين؟ ديستركشن ل او ديسربشن، خلينا نحكي للبلازا ممبرين. متذكرين انتم بس تيجوا تاخذوا في المختبر البيوكيمستري راح تشوفوا انه الاتش 2 او 2 اكثر شيء بقتل البكتيريا. يا بدك تعمل انت مثلا بدك تعمل ديتوكسيفيكيشن، استخدام الاتش 2 او 2 بقتل البكتيريا، وبالتالي لانه هو بخرب الممبرينز اللي لها، واذا خرب الممبرينز بصير تدخل المي والسوائل الى داخل هاي الخلايا. بس انا ما بقدر استقله، لذلك احنا بنقول احنا الناس ممنوع نحط ايدينا على الاتش 2 او 2 لانه زي ما بخرب على البكتيريا بخرب على الجلد تبعنا برضه. ايوه صحيح، بس هو دكتور انا قصدي يعني بس يصير في عندنا ديفيشنسي يعني في الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، وبالتالي بيصير في عندي ديفيشنسي لان البي اتش، معناته الكاتاليز از نوت افيشنت على اساس انه يحول لي الهيدروجين بيروكسيد او يزيل السميه الكامله، او انه ما يخليهوش فري راديكال يحاولوا يعني يسوي له في ريدكشن لووتر، بيكون ان افيشنت صح؟ ما هي انا بدي احكي الكاتاليز لك شغله، انا بدي اجاوبك بشغله ثانيه، انه مشكلتنا راح تكون بالسوبر اوكسيد ديسميوتيز اللي بدور بتنزل الاتش 2 او 2. يعني بيحول لي صحيح انه السوبر اوكسيد الى هيدروجين بيروكسيد او اكسجين، مش هيك كان السوبر اوكسيد ديسميوتيز؟ مش هيك كانت وظيفته؟ بالتالي هو اسمي اصلا يعني بالتالي واحد من المصفى بزد لي واحد بيحول الفري راديكلز الى H2O2. يعني ايوه الكتاليز بدي الحق عليه، اشتغل الحق الكتاليز. الكتاليز ما راح يقدر يكون بكل الفانكشن. ايوه اكسيت ذا كابسيتي تبعت الكتاليز ايوه، فالكتاليز هو المفروض انه يحول لي ال H2O2 الى H2O واكسجين. نعم صحيح بالتالي هو ما راح يقدر يعني انه يتخلص من كل ال H2O2، وخصوصا انه في عنده انزيم بحول له الى H2O2، بحول ايوه السوبر اوكسايد الى H2O2. يعني دكتور زي اللي في البيروكسوزوم يعني نفس القصة نفس الموضوع، عملية. صحيح صحيح. لانه ليش انه مثلا في لهذا السبب اذا انت على مستوى البيروكسوزومز وجود الكتاليز، مثلا الكتاليز اصلا برضه نفس العمليه بيعمل ديتوكسيفيكيشن بنفس الطريقه، بس هون انت ماخذ ال نقول التركيز الاعلى للكتاليز، او التركيز يعني نقول هيك احنا لما نكون فانكشنال. وين بنكون فانكشنال اكثر؟ بدي نقول احنا هذول التو سيستمز بالذات الاي ار سموث اي ار هي المكان اللي بتحتوي على الانزيمات اللي بتقوم بعمليه الديتوكسيفيكيشن ات فيري هاي ريت. يعني تلك العضيات موجود فيها. يعني اقول لك شغله، تدرس عضي، تخيل بدك تدرس عضي بالوظيفه اللي فيه، بوظيفه الانزيمات اللي فيه، بدك تعمل له ايزوليشن. تخيل تعمل ايزوليشن مثلا للبيروكسوزوم، وبعديها بدك تشوف تعمل ايزوليشن للبروتينات الموجوده فيه، بدك تعمل ايدنتيفيكيشن، بدك تعمل بيوريفيكيشن وايدنتيفيكيشن لهي الانزيمات في البيروكسوزوم وتشوف. وكمان انت الان اذا اخذت البيروكسوزومز برضه في عندك لها لومن وفي عندك الممبرينز اللي لها. فيعني موضوع العلم، تقول لي انت الان وصلنا لمرحله 100% ولا عمرنا. يعني هذا بده فتره زمنيه طويله حتى انه نوصل لكل شيء. يعني في اشياء مبهمه ما زالت بالخلايا لصعوبه التعامل معها. تمام دكتور، تمام. طب ماشي، احنا على 9:30 في عنا اليوم حسب ما انا حاطط لكم، اللي عنده أسئلة بيقدر يدخل.
ومحاضرة بكرة إن شاء الله بنخلص التشابتر. التشابتر راح يكون ضايل فيه شغلات سريعة، فبنحكي عنها إن شاء الله بالغد إن شاء الله. فاللي بده شيء، في لينك أنا حاطط لكم إياه اسمه الأوفيس أور لينك، فبتدخلوا عليه إن شاء الله. يلا يعطيكم العافية، صباحكم جاهز. دكتور، دكتور تفضلي. المادلة 13 صح؟ صحيح، لنهاية هذا الشابتر إن شاء الله. تمام شكرا. دكتور، تفضل. في طالب ما قدرش يحضر معنا هون، اسمه مهدي جرار، عشان في عنده تعويض بالجامعة، حكى لي أبلغه. هو بيجي بس ناخذ يعني مثلا بالغد بحط بقول لي انه انا ما حضرتش، بحط لي اياه بغياب بعضهم ان شاء الله. تمام، خلاص، تمام، دكتور، يسعدك. يلا يعطيكم العافية، صباح